السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وحلقة جديدة من حلقات عشبة. في حلقة هذا اليوم سنتعرف معا على فوائد البقدونس الصحية. فوائد البقدونس: البقدونس هو نوع من الأعشاب العطرية والخضروات الورقية المستخدمة في العديد من المطابخ حول العالم. إليك بعض من فوائد البقدونس: 1. غني بالمغذيات. البقدونس غني بالفيتامينات والمعادن المهمة مثل فيتامين سي وفيتامين اي والبوتاسيوم والكالسيوم والحديد. يعتبر تناول البقدونس وسيلة جيدة لتعزيز القوة المناعية وتحسين صحة العظام والأسنان. 2. تحسين صحة الجهاز الهضمي. يعتبر البقدونس مفيدا لصحة الجهاز الهضمي، يحتوي على مركبات تساعد في تحسين عملية الهضم والتخلص من الغازات وتهدئة القولون العصبي. 3. تأثير مضاد للالتهاب. يحتوي البقدونس على مركبات قد تمتلك خصائص مضادة للالتهاب، يمكن أن يكون له تأثير مهدئ وتخفيفي على الالتهابات الموجودة في الجسم. 4. خصائص مضادة للأكسدة. يحتوي البقدونس على مضادات الأكسدة التي تساعد في مكافحة الجذور الحرة وتقليل التأثيرات الضارة للأكسدة على الجسم. يمكن أن يساهم في الحفاظ على صحة الخلايا وتقليل مخاطر الأمراض المزمنة. 5. دعم صحة القلب. يعتبر البقدونس مفيدا لصحة القلب، يحتوي على مركبات تساهم في خفض ضغط الدم وتحسين تدفق الدم وتقليل مستويات الكوليسترول الضار. 6. تنظيم مستويات السكر في الدم. يمكن أن يساعد البقدونس في تنظيم مستويات السكر في الدم، يحتوي على مركبات تساعد في تعزيز إفراز الأنسولين وتحسين حساسية الجسم للأنسولين. قبل استخدام البقدونس لأي غرض علاجي، من المهم استشارة الطبيب أو الأخصائي المؤهل للحصول على مشورات ملائمة وتجنب أي تفاعلات سلبية محتملة مع الأدوية الأخرى أو الحالات الصحية الحالية. انتهت حلقتنا لهذا اليوم، كان معكم رأفت من قناة عشبة. إن أعجبك الفيديو ففضلا وليس أمرا ادعمنا بإعجابك واشترك بالقناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.